تقلب نديم الراعي صور عائلتها باحثة عن لحظات مرت ولن تعود، فالأسرة المؤلفة من أب وأم وثلاثة أولاد باتت تختصر بشخص الأم والابن البكر، وحدهما تمكنا من النجاة من حادثة غرق القارب الإندونيسي. الوالدان رغبا بحماية الأولاد من رصاص كان ينهمر فوق رؤوسهم في الأسرة عند اندلاع المعارك في مدينة طرابلس شمالي لبنان، إذ تطل نافذة غرفة النوم على خط تماس باب التبانة جبل محسن. حلم الوالدان بحياة أفضل لأولادهم، لكن الحلم ابتلعته أمواج بحر بعيد. لما ما عاد في شغل هون، ما عاد في، حس حاله مخنوق، منه قادر يعمل شيء لأولاده، هو واقف بأرضه. يعني زوجي من النوع اللي يعني أولاده عنده أولوية لأولاده، لازم يكونوا تعليم منيح، استشفاء منيح. ركض يعني شاف هالطريق، ما عنده غير هذا المنفذ الوحيد اللي له وراح فيه. عائلة مريم غمراوي تعيش لحظات حيرة صعبة، لا تعلم إن كان عليها البدء بتقبل التعازي أم انتظار المزيد من الوقت، فمريم التي هربت وزوجها بحثا عن بلد آمن لا تزال مفقودة حتى الآن. لحديت الآن ما بنعرف شيء عنها أبدا، لا مفقودة ولا طيبة ولا ميتة ولا أبدا. حكوا معنا الأجهزة أنه حيجيبوا كل الجسامين بعد العيد، ونحن السنة بيشي مثل ما بدها الأجهزة. في هذه الشوارع الآلاف من الروايات التي تكشف أسباب مخاطرة السكان بحياتهم والهروب نحو المجهول، أما القاسم المشترك في كل تلك الحكايات فهو الحرمان من معظم مقومات الحياة. يغيب المسؤولون في لبنان عن معالجة هذه الملفات وتضيع المسؤولية، ليصبح دفن الأهالي لأبنائهم والأقارب وإكرامهم مطلباً صعب المنال. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، طرابلس شمالي لبنان.